السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. في الفيديو ده هنتكلم على topic الامينو اسيدز وازاي بيمسكوا في بعض عشان يعملوا البوليبيبتايدز والبروتينز. من اسمهم يعني ايه امينو اسيدز؟ المفروض ان انت اوريدي اخدت الترمينولوجيز ديت. امينو يعني في عندك امينو جروب، واسيد يعني المفروض في عندك كاربوكسيليك جروب، وبنقول لك ان هم الفا يبقى هم الفا لبعض، يعني بينهم 1 كاربون، يعني في كاربون عليها امينو جروب وكاربوكسيليك جروب، يعني الفا ليه الكاربوكسيليك جروب في امينو جروب. طيب احنا بنقول ان هم they are amino acids، يعني it's not a one compound. المنظر اللي قدامي ده مكتمل، it's a one compound، ده حاجة واحدة. يجي منين كلمة البلورال دي؟ تيجي منين حتة acids يعني multiple compounds؟ وفعلا الأمينو acids دول عبارة عن حاجة 20 compound. يجوا منين؟ يجوا من هنا. ال H دي واحدة تفضل والتانية تبقى R، حسب ال R بيكون الأمينو acid. يبقى ال structure of الأمينو acid عبارة عن C شايلة H وشايلة C وشايلة H وشايلة أمينو جروب وكاربوكسيليك جروب وآر. الآر دي هي اللي بتحدد which أمينو أسيد إحنا we are specifying. المفروض إن الأمينو أسيد هما الـ building blocks أو building units بتاعة البروتينز. يعني أي بروتين هو عبارة عن بولي بيبتايد بس كبير شوية. يبقى عندك الأول في الأمينو أسيد، الامينو اسيدز تمسك في بعضها تديك بولي بيبتايد. البولي بيبتايد لما بيكبر وياخد الكواترنري والترشري والكواترنري ستراكشرز يبقى عباره عن بروتين. واتفقنا ان الالفا امينو اسيدز عباره عن امينو جروب، الفا ليه كاربوكسيلي جروب وفي سايد تشين ار. امال لو الامينو جروب دي اترحلت، يعني لو بدل ما المنظر عندي كده كان كده، هل ده الامينو اسيدز بتاعه البروتينز والبيبتايدز؟ لا، الامينو اسيدز بتاعه البروتينز والبيبتايدز لازم تكون الفا. امال اللي قدامي ده ايه؟ اللي قدامي ده بيتا امينو اسيد، وده مش هو ده بتاع البروتينز والبيبتايدز، ده حاجه ثانيه، ده مجرد اورجانيك كيمستري كومباوند مش البيلدينج يونت بتاع البروتينز والبيبتايدز. في بس شويه ترمينولوجيز عايزاك تبقى عارفها. في حاجه اسمها الاسينشال امينو اسيدز. يعني ايه اسينشال امينو اسيدز؟ يعني ضروريين. ضروريين لايه بالظبط؟ ايه اللي ضروري فيهم؟ يعني ايه المشكله؟ يعني المشكله ان الاسينشال امينو اسيدز ديت ضروري انك توجدها في الدايت بتاعك. ليه؟ لان جسمك ما بيعرفش يحضرها. في 10 امينو اسيدز جسمك ما بيقدرش يحضرهم. العشر امينو اسيدز دول اساميهم اهو، اوعى تحفظهم، انا مش عايزاك تحفظهم، ده شغل بايوكيمستري. ايه هي الاسينشال امينو اسيدز؟ ده مش شغل اورجانيك ولا يعنيني، انا بس عايزاك تبقى فاهم الترمينولوجي. اسينشال امينو اسيدز هي الامينو اسيدز اللي جسمك ما بيعرفش يعملها هو. ما بياخدش الفود انتيك بتاعك ويعملها منه. لازم انت تبقى مدخلها از ساتش. دول عبارة عن مجموعة من الأمينو أسيدز اللي هما الأرجينين، الهيستيدين، الأيزوليوسين واليوسين، اللايسين والميثيونين والفينيلألانين والثريونين والتريبتوفان والفالين. أنا مش عايزاك تحفظهم زي ما قلت لك، وحتى الستركتشرز بتاعتهم إحنا هننقي 5-6 كومباوند من الأمينو أسيدز تحفظهم وكفاية كده. الباقي بقى بتوع البايوكيمستري يبقوا يحفظوهم لك. جميل. ايه اللي مكتوب قدامك ده؟ يعني انا قلت هنا ارجينين، في حين مش مكتوب ارجينين، مكتوب ارج. هنا قلت هيستيدين وهي اكشلي مكتوب هيس. ايه ده؟ الامينو اسيدز لما بتركب جنب بعضها عشان تدي البولي بيبتايد او البروتين بيبقى كميه مهوله. في بعض البولي بيبتايدز والبروتينز بتبقى بالميات من الامينو اسيدز راكبين جنب بعض عشان يدوا البولي بيبتايد او البروتين. طب انا عشان اقعد اكتب البروتين بتاعي مثلا عايز اكتب حاجه زي الانسولين، ولا عايز اكتب حاجه زي البراديكاينين، انا هقعد بقى اكتب كل دولت اسم كامل؟ مستحيل، ده كده اسمه تضييع للوقت. فعملوا حاجه اسمها الفري لاتر ابريفيشن، ثلاث حروف.
كل امينو اسيد له 3 letter abbreviation. الارجينين ارج، الهيستيدين هيست، and so on. الجلايسين بتاع المره اللي فاتت جي ال واي، الالانين اللي كنت لسه حاطه السلايد بتاعت الاستراكشر بتاعه اللي فاتت على A L A and so on. برضو مش عايزاك تحفظ ال 3 letter abbreviation إلا للكومباوندز الستة اللي أنا هنقيهم لك وأقول لك احفظهم دول. الباقيين مش ضروري، بتوع البايوكيمستري هيبقوا حفظهم لك. في حاجة كمان عايزاك تبقى عارفها إن لما بدأ العلم يكتر وبدأنا نعرف more amino acid more sorry more polypeptides و more proteins وبدأت العملية توسع مننا، وصل الموضوع ان حتى الفري لتر ابريفيشن بقت كتير، بقت صعب قوي ان احنا نستخدمها لكتابه البوليبيبتايدز والبروتينز اللي احنا بدانا نتعلمها ونعرفها ونعرف الاستراكشر بتاعها. فطلعوا حاجه اسمها الوان لتر ابريفيشن. بتوع البايوكيمستري هيبقوا يكلموكم على الموضوع دوت، بس يعني ايه لازم تبقى عارف ان ساعات الامينو اسيد تلاقيها في الكتب كل امينو اسيد بوان لتر ولها جداول وبتتحفظ. جميل. بعد كده نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعت الامينو اسيدز، التايبس اوف امينو اسيدز. انا المفروض بقول ان الامينو اسيد عباره عن سي عليها اتش وعليها امينو جروب من هنا وعليها كاربوكسيليك جروب من هنا وفي هنا ار. طب يا ترى كومباوند زي ده اتوقع ان هو يكون اسيدك ولا بيزك؟ المفروض ان الكومباوند ده لا اسيدك ولا بيزك، لان هو جواه اسيدك جروب وبيزك جروب معادلين بعض، فالمفروض ان الكومباوند ده نيوترال. جميل. بس انا هقول لك ان التايبس اوف امينو اسيدز فيها نيوترال وفيها اسيدك وفيها بيزك. طب تيجي منين بقى اسيدك وبيزك اذا كان الكومباوندز المفروض انها نيوترال نتيجه لان في الامينو جروب كاز بيز والكاربوكسيل جروب از ان اسيد بيعادلوا بعض؟ هتيجي من الار. الاستراكشر ده نفسه ثابت انا ماليش دعوه بيه. الار هي بقى المحور بتاعي. لو الار دي عباره عن الكايل جروب عاديه يبقى انت بتتكلم في النيوترال. لو الار دي عباره عن كاربوكسيليك اسيد يبقى اصبح عندك اثنين كاربوكسيليك اسيد، واحده معدلها الامينو والثانيه مش معدلها حاجه، فاصبح الكومباوند ده اسيدك. لو الار دي اصبحت انذر امينو جروب يبقى انت بقى عندك اثنين امينو جروبس، واحده متعادله بالاسيد والثانيه لا. جميل. طيب لو جيت عايزة أقسمهم لبولر ونون بولر، أعتبر مين في دول بولر ومين نون بولر؟ أكيد النيوترال بولر، سوري نون بولر. النيوترال ده نون بولر ليه؟ في أمينو بتشد هنا بس كمان في كربوكسيليك بتشد هنا، ففي الآخر الدايبول مومنت بيعادل بعضه وتلاقي كومباوند زي دوت نون بولر. أمال الأسيدك ده شد يمين، الجروب ديت شدت شمال كده والجروب دي شدت يمين كده، بس في هنا كاربوكسيل جروب بتشد لتحت، فاصبح الكومباوند دوت بولر. بولر واسيدك. طب ولما تبقى امينو هيبقى بولر وبيزك. طب هل في بولر جوه النيوترال؟ اه في بولر جوه النيوترال. ازاي؟ لو الار بتاعتك شالت، لو الار بتاعتك شالت او اتش جروب او اس اتش جروب، انت عندك لو الار كانت عباره عن just an alkyl group ده compound totally non-polar و neutral، انما لو كانت CH2 وعليها OH وماسكه في CH اللي عليها الكربوكسيليك والامينو، هنا دول عادلوا بعض، هنا فاضل لك polar group بتشد اهي، بالتالي خلت الكومباوند as a whole polar. بس هل هي acidic؟ لا. هل هي بيزك؟ لا. يبقى الكومباوند ده انتهى لكونه لا اسيدك ولا بيزك، بس مش نيوترال، هو بولر. بالتالي لما نيجي نقسم الامينو اسيدز هنلاقيهم الكلاسيفيكيشن بتاعتهم عباره عن نون بولر اللي هم العاديين اللي الار بتاعتهم ما فيهاش اي حاجه غير الكيل جروبس او اروماتيك جروبس، او اقول ان هم نيوترال برضو بس بولر لو الار بتاعتهم فيها او اتش او اس اتش، او يبقوا بولر واسيدك لو الار بتاعتهم فيها كاربوكسيل جروب، او بولر وبيزك لو الار بتاعتهم فيها امينو جروب. لو جينا حاولنا نعمل سينثيسيس للامينو اسيدز اللي هي زي ما اتفقنا سي ماسكه في امينو جروب وكاربوكسيليك جروب، وبغض النظر الكربون دي ماسكه في ايه، اتشز ولا ارز ولا ايه بالظبط،
ده المفروض الالفا امينو اسيدز. علشان احضر كومباوند زي دوت، يا اما ابدا بكومباوند فيه كربوكسيل جروب ادخل عليها امينو جروب، يبدا بكومباوند فيه امينو جروب ادخل عليه كربوكسيل جروب. اسهل طريقه اني انا ابدا بالكربوكسيل جروب وبعدين ادخل امينو. بيتم ده ازاي؟ بيتم دوت عن طريق الهالوجنز. لو تفتكر، لو انت حطيت هنا كربوكسيل جروب ودخلت هالوجين الفا لها، هيبقى سهل قوي باي نيوكليفايل زي الامونيا انك تيجي تعمل لها ريبليسمنت وتطرد الهالوجين وتبقى حضرت الالفا امينو كربوكسيليك اسيدز. كان في رياكشن بيدخل الهالوجين، سوري، كان في رياكشن بيدخل الهالوجين على الكربوكسيليك كومباوند. يعني انا لو انا معايا كده وعايز ادخل الهالوجين هنا، كان في رياكشن بيعمل ده، كان اسمه الهال بولهارد زلينسكي. كان اسمه، انا هكتب لك الاختصارات اهي، اتش في زد. اللي فاكره فيكم ده عباره عن الهال بولهارد زلينسكي. قال لك لو عندك اي كربوكسيليك اسيد في عنده الفا هيدروجين، لو حطيت عليه البرومين في وجود تريس من الفوسفورس بيعمل لك سبستيتيوشن للهالوجين ده، للاتش ديت بالهالوجين. هنا ماليش دعوه، دي زي ما هي ما تخصنيش في حاجه. وبعد كده كان من اهم الابلكيشنز للرياكشن دي انك لو عملت سبستيتيوشن للهالوجين بديفرنت امينز بتطير الهالوجين وتدخل الامينو جروب. يبقى انت ممكن تستخدم الهال فولهرد لينسكي عشان تدخل هالوجين الفا لكربوكسيليك جروب، وبعدين ابقى اعمل لها نيوكليفيليك سبستيتيوشن بالامونيا. يبقى الفيرست ميثود كانت الجابريل اللي انت لسه اخدها الترم ده، السكند ميثود كانت الهال فولهرد. في الحالتين انت بتدخل الامينو جروب، مره دخلتها بالجابريل عشان تتجنب السكندري والتيرشري، ومره دخلتها من خلال استخدام الهال فولهرد عشان ادخل الهالوجين الاول وبعد كده ادخل الامين او الامينو جروب للكومباوند بتاعي. دي كده السكند ميثود. الثيرد ميثود انت اخدها، يبقى لو شفنا الميثود اوف سينثيسيس على السلايدز المنظمه، هنلاقي ان انا ممكن ابدا من الاسيد احط عليه اي هالوجين في حدود الريد فوسفورس اللي هو الهال بولهارد زلينسكي، ادخل الهالوجين الفا للكربوكسيل جروب وبعدين احط عليها شويه امونيا تديني الالفا امينو كربوكسيليك اسيد كومباوند. بعد الميثودز اوف سينثيسيس بتاعه اي امينو اسيد، المفروض الخطوه اللي بعدها ان احنا بنعمل الرياكشنز بتاعته. الرياكشنز بتاعه الامينو اسيدز المفروض ان هي ما فيهاش جديد، وعشان كده انا مش هدرسها، انت المفروض انك عارفها. انت معاك امينو اسيد، يعني ايه الفانكشن جروبس اللي معاك؟ امينو جروب وكربوكسيليك جروب. يبقى كل الرياكشنز اللي اتدرست لك في سنه اولى بتاعه الكربوكسيليك اسيدز معاك هنا، وكل الرياكشنز اللي اتدرست لك في اول الترم من خلال دكتوره هبه موجوده معاك هنا، اهو بتاعت الامينز موجوده معاك هنا. يعني هم يقدروا يعملوا الاسايليشن، الالكايليشن، الدايزوفايزيشن، كل الحاجات اللي بتعملها الامينز يقدروا يعملوها، وكمان كل الحاجات اللي بتعملها الاسيدز يقدروا يعملوها. يعني يقدروا يعملوا استريفيكيشن، ريدكشن، ديكربوكسيليشن، كونفرشن انتو الاسترز والاسيد هالايدز والامايدز، وكل اللي انت عارفه وحافظه موجود معاك هنا. بعد كده اخر نقطه بنتكلم فيها في حاله الامينو اسيدز قبل ما ننط على البيبتايدز اسمها السبيتر اين. ايه السبيتر اين ديت؟ السبيتر اين اتقال لك، او يعني اتلاحظ ان الكربو، لو انت عندك امينو اسيد، او الامينو اسيد شكله عامل ازاي؟ عباره عن سي اتش ماسكه فيها من هنا امينو جروب ومن هنا كربوكسيليك جروب. جميل. يعني المفروض لما اقيس البي كي بي بتاعت الكومباوند دوت تطلع لي بي كي بي شبه البريدكتد لامينو جروب في الكونديشنز دي، ولما اجي اقيس البي كي اي هتطلع لي بي كي اي شبه البريدكتد للكربوكسيليك كومباوند. وبعدين اغلب الاسيدز اللي هي اليفاتيك وسمول تشين، التشين بتاعتها صغيره، ار ليكويدز، والامينز برضو ار ليكويدز، ساعات بيبقوا جازز كمان لان هما صغيرين وبيقدروا يطيروا بسرعه. جميل، حلو قوي، او يقدروا يعني يبقوا في الليكويد ستيت. طيب حلو قوي، تعالى بقى قارن الكلام ده بالامينو اسيدز. اللي حصل ان هم لما جم يقيسوا البازيزيتي ما لقوهاش مساويه لدي، لقوها اقل من دي بكتير.
ولما جم يقيسوا الاسيديتي ما لقوهاش مساويه لدي، لقوها اقل من دي بكتير. اما جم يقيسوا الووتر سولوبيليتي لقوا السولوبيليتي بتاعتهم عاليه قوي، اعلى من الاكسبكتد سواء للكربوكسيليك او للامينو كومباوندز. اما جم يبصوا عليهم لقوهم سوليد كومباوندز. الكاركترز دي بدأت تزق في اتجاه ان مش ده منظر الكومباوندز دي. سفيتر العالم اللي اسمه سفيتر اللي اتسمت على اسمه سفيتر اينز بدأ يميل في اتجاه ان غالبا في حاجه كده مش متظبطه. فبدأ الراجل يبص على الستراكشر ولاحظ حاجه طبيعي كان المفروض كلنا نلاحظها، انت مش معاك بيز واسيد. بيز واسيد لما تحطهم على بعض يدوك ايه؟ لما تحط صوديوم هيدروكسيد على شويه اتش سي ال يدوك ايه؟ مش يدوك سولت. نفس الوضع هنا، انت مش معاك بيز واسيد، حط بيز على اسيد المفروض ان هو يديك السولت. البروتون بيتنقل من الكربوكسيليك جروب يروح للامينو جروب، مش الكربوكسيليك جروب از ان اسيد ليبريتس بروتونز والامينو جروب از ا بيز مش اكسبتس بروتون. فده اللي بيحصل، ان البروتون بيتنقل من هنا لهنا ويديك الانترنال سولت اللي هو بنسميه السفيتر اين. يبقى ايه هو السفيتر اين؟ السفيتر اين ان الامينو اسيدز، ودي بقى التشارجرز اللي انا كنت عماله اقول لك عليها، بنحطهم ما بنكتبهمش امينو كاربوكسيليت، بنكتبهم امونيوم وكاربوكسيليت علشان هم اكشلي موجودين في الفورما دي في السفيتر اين فورم. وعشان كده الكومباوندز دي نيوترال، كان الطبيعي لو هم كانوا امينو وكاربوكسيليت كان ممكن يبقوا مش نيوترال، لان حسب البازيزيتي بتاعت الامين والاسيديتي بتاعت الكربوكسيليت كان ممكن ما يعادلوش بعض قوي، كان يتبقى واحد فيهم اعلى من التاني شويه. انما عشان اكشن لا في كربوكسيليك ولا في امينو، اللي موجود حقيقي امونيوم وكربوكسيليت والكومباوند ده internally charged طبعا as a whole هو neutral بس internally charged as a salt فهو لا امين ولا بي فهو لا اسيد ولا بيز، وعشان كده طلع neutral. وهي دي السفيتر ايم بتاعتي شكلها عامل كده. جميل، لو انا اخدت الامينو اسيد وحطيت عليه هيدروكسيل جروب، لو كان الامينو اسيد هو اللي انا كنت متوقعه اللي هو ده، كان المفروض ان الهيدروكسيل جروب لما تسحب تسحب البروتون ده، بس هي في الحقيقي بتسحب البروتون ده، ولما اجي احط عليه اسيد كان المفروض ان الاسيد بيجي يعمل بروتونيشن هنا، بس الحقيقي ان هو بيعمل بروتونيشن هنا، بيعمل بروتونيشن للكربوكسيليت جروب. ومن هنا الاسيديتي والبازيسيتي بتاعتهم او بمعنى اصح البي كي اي بتاعتهم والبي كي بي بتاعتهم عكس المتوقع. المفروض ان احنا بندرس الامينو اسيدز اساسا عشان هي البيلدينج يونت بتاعه البيبتايدز والبروتينز، والبيبتايدز والبروتينز مويتي مهمه جدا عندنا خصوصا في البايوكيمستري. وانا لما بدرس لك اورجانيك كيمستري انا درس لك از بيز فور البايوكيمستري والفايتوكيمستري والميديسينال كيمستري، بالتالي البيبتايدز مهمه جدا لبتوع البايوكيمستري في شغلهم، فلازم تكون عارف شكلها عامل ازاي. ومن هنا عرفناك الاول شكل الامينو اسيدز، وبعد كده هنبدا نعرفك ازاي الامينو اسيدز تمسك في بعضها وتدي بيبتايدز. المفروض ان الامينو اسيدز دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتفقنا امين ماسك فيه سي اتش عاديه بغض النظر الار اللي هنا ايه، مش هشغل بالي بيها كتير، وماسكين فيه كاربوكسيليك جروب. ومفروض ان في another molecule of الامين برضو نفس الكلام. ايه الفانكشن جروبس اللي عندك هنا؟ الفانكشن جروبس اللي عندك هنا عباره عن امين جروب وعباره عن كاربوكسيل جروب. طب دول لما يتحطوا على بعض ايه الطريقه اللي ممكن يتفاعلوا بيها مع بعض؟ الطريقه المنطقيه ان هو ياخد اتش من الامين مع او اتش من الكاربوكسيليت او الكاربوكسيل جروب علشان يديني الامايد بوند. يبقى البرودكت بتاعك المفروض ان هو يبقى امايد شكله عامل كده. هي دي الامايد بوند بتاعتك اللي اتكونت نتيجه للرياكشن ما بين الديفرنت امينو اسيدز. جميل، علشان احنا هنا مش شغالين في كاربوكسيليك لوحدها وامينو لوحدها، احنا شغالين جوه امينو اسيدز يعني الاستراكشر بتاع امينو اسيدز وبكون بيبتايدز، فالامايد بوند ديت هي المفروض ان هي امايد كيميكالي من ناحيه من وجهه نظر الكيمستري هي امايد بوند، بس هم ادوها اسم تاني سموها بيبتايد بوند. بناء على ايه؟ بناء على ان هي بتكون البيبتايدز، يبقى البيبتايد بوند مش حاجه صعبه ولا حاجه، ما هي الا امايد بوند. خليك عارف ان البيبتايد بوند مش حاجه خطيره ولا جديده عليك،
peptide bond ما هي إلا amide bond between the different amino acids. And ياهو أي amino acid ال OH بتاعته مع ال H بتاعت ال other amino acid ويدوني ال peptide bond اللي ما هي إلا amide bond. لما نحب نرسم ال peptides الطويلة بنرسمها ازاي عشان ما تتلخبطش لما تيجي ترسمها وكمان عشان ما تتلخبطش لما تيجي تقراها. مفروض ان انت ترسم السكلتون الأساسية الفريم الأساسي بتاعك. الفريم الأساسي بتاعك عبارة عن NH2 CH C double bond O ومسكتها في اللي بعدها NH. ال NH بتاعت اللي بعدها المفروض ماسكة في ايه؟ في CH C double bond O وبعدين تمسك في اللي بعدها CH C double bond O and so on وتفضل تكمل. جميل، دي كده السكلتون الأساسية بتاعتك، الفريم الأساسي بتاعك. ناقصك إيه؟ ناقصك الأرض. هنا في R، هنا في R، هنا في R. يعني لما أقول لك ارسم لي مثلا الألانين ماسك في الفينيل ألانين ماسك في التيروزين مثلا، تقوم أنت راسم التشين ديت السكيلتون دي وتقوم جاية حاطط هنا CH3، ده كان الألانين. تيجي تشيل الأر دي وتحط CH2 وبنزين رينج، تيجي تشيل الأر دي وتحط CH2 وبنزين رينج وماسك فيها او اتش. خلاص ادي كده ازاي ارسم اي بيبتايد تشين. ادي طريقه رسمهم بس مرسومه هنا اهوت، يعني ايه بال 3 دي مورينك البانز اللي ورا والبانز اللي قدام. طبعا ما يهمنيش انك تعرف الكلام ده، زي ما اتفقنا انا برسم السكيلتون الاساسيه ان وعلى ان اتش وجنبها سي اتش وجنبها كربونيل جروب وبعدين ان اتش سي اتش كربونيل جروب ان اتش سي اتش كربونيل جروب اند سو اون. واجي على كل السي اتشز ابدا احط الاراد بتاعتي حسب مين هو الامينو اسيد اللي انا بتكلم عليه. جميل، بس في رول مهمه قوي في الحته دي، هحط مين الاول الان اتش ولا الكربوكسيليت بارت الاول؟ يعني فور اكزامبل لما انا اقول لك انت بترسم ارسم لي لو سمحت الجلايسين لايسين فينيل الانين ارجينين سيرين، تحط مين فيهم الاول؟ تحط في الجلايسين ايه الاول؟ يعني انت كان ممكن ترسم الجلايسين كده وتركب عليه من هنا، ده وان اوبشن. والاوبشن الثاني ان انت كان ممكن ترسم الكربوكسيليك جروب هي اللي هنا وادي ال CH وادي ال NH وتركب بقى عليها من هنا. ده اوبشن وده اوبشن والمفروض الاثنين مش غلط. طيب علشان ما ندخلش زي ما اتفقنا في النومنكليتشر، اهم حاجه انا بعمل نومنكليتشر رولز عليها عشانها اني ما ادخلش في النوع ده من الديبيت مين الاول؟ ما يبقاش واحد بيرسم حاجه والتاني بيرسم حاجه ثانيه. بالتالي اتفقوا قال لك دايما الاسم الاولاني من على الشمال هنبدا ان يكون الامينوسايد فري، يعني دايما احط الامينوسايد هي اللي فري واكمل بقيه السكيلتون بتاعتي والنهايه بتاعه البيبتايد اخر اسم في البيبتايد هو اللي يكون الكربوكسيليك اسيد بتاعه فري. يعني زي ما رسمنا قبل كده وزي ما انا برسم كل مره بحط الامينو جروب بعدين سي اتش وعليها الار بتاعتها وبعدين كربونيل واركب اللي بعده. دايما اخلي المكتوب اول واحد هو اللي ببدا بالامينو بتاعته وارصه وبعدين اكمل عليه ودايما بنتهي بالكربوكسيليك اند فري. دي اتفاق ليه؟ عشان بس ما نتلخبطش وعلشان ما يبقاش واحد بيرسم حاجه والتاني بيرسم حاجه، مش انا برسم بيبتايد وانت بترسم بيبتايد تاني خالص. كده احنا خلصنا الكلام على الامينو اسيدز والبيبتايدز والبروتينز ان سامرايزد واي، طرق التحضير المفصلة للبيبتايدز وطرق التحضير المفصلة للأمينو أسيدز والاستراتيجيز اللي بتستخدم في تركيب البولي بيبتايد على بعضه موجودة في الفيديوز المفصلة. زي ما اتفقنا دي فيديوز سامرايزد للتوبكس وبيبقى في فيديوز مفصلة موجودة عندنا على القناة للي عايز الاستزادة.